هاي، ازيكم؟ احنا النهارده في تارجت هنفرج على شويه شنط بتاعت ستات، شكلهم جديد، الموضه الجديده النازله بالالوان، بكله منزلين الوانات، شويه الوانات شكلها حلو قوي. بصوا الالوان ديت، لونها برتقاني كده او زي المشمشي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا صورنا المره اللي فاتت في ماسي، فماسي بيبقى غالي شويه، فهنا ارخص منه عشان في ناس طلبت عايزه الارخص، فحبينا نصور لكم في الغالي والرخيص، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. اللون المشمشي اللي طالع دوت شكله جميل قوي، عجبني قوي. ديت طبعا مش هتلاقوا شركات كتير يعني او ماركات زي ما بتشوفوا في ميسيز او في المول او في اماكن تانية، بس هي برضو شنط يعني، وعادي حلوة برضو وتشتغل وتنفع. دي شكلها اهي من جوه، دي شركة تارجت، دي شكلها حلو. دي بكام بقى؟ خلينا نشوف. دي $30، وكمان حاطينها ب21 دلوقتي. في الاصغر منها بقى، دي سوسته واحده شكلها حلو. افتكر ما حاطينهم كلهم، دي ب$4.5، حاطينهم كلهم على تخفيض. يا دي بتاعتي للناس اللي ما بتحبش الشنط زيي. في منها الاسود كمان اهو، يا ترى حاطينها هي كمان؟ لا مش حاطينها، الاسود بتاعها برضو اهو. وفي منها اللون 25، كنت هاخدها لو كانت ب4. في اللون دوت بقى، هو مقرب لده بس هو اغمق سنه يعني، بصوا الفرق، دوت افتح دوت اغمق. دي برضو مش ب4، هي بس اللون الواحد دوت هو ب4، بس شكلها حلو. في منها كمان اللون دوت، دوت عامل زي الكشمير، هما كلهم نفس الشكل ونفس الستايل ونفس كل حاجه، هو بس الالوان. وفي كمان ايوه البني دوت، لا هي بس اول واحده، ايوه هي اول واحده بس، هي ب4. دي برضو البني اهي، لونها حلو يعني، في الوانات كتير من نفس الشنطه الجمال، بس هي دي الوحيده المحطوطه ب$4.5. لو اي حد عنده تارجت وعاوز منها، هي محطوطه اهي دلوقتي، بس كانت ب15 بقت ب4.5. هي دي شكلها اهي، واديها بتقصر وبتطول وكده، ده المكان اللي بتكبر وتقصر منه هنا. وفي بقى نفس الشكل او نفس الستايل بس على شكل يختلف اهو، بصوا شكلها كده، حاطينها على سيل كانت ب20، حاطينها ب6، ده شكلها اهو. وفيها سوستة، وفي برضو نفس الشكل. عاوز تلبسيها كده تلبسيها كده، عاوز تلبسيها على ايد واحدة تلبسيها على ايد، على كتف يعني. انا بحب الكتف، ما بحبش البسها كده، بحس ان انا بتاعت بوستة ولا حاجة وانا لابساها كده. صراحه ما انا بحبها. وفي دي برضو اهي نفس الستايل بتاعها بس على لون البني. وفي منها برضو اهو على لون اللافندر او لون بنفسجي فاتح قوي كده، شكله جميل برضو دوت. وبصوا دي جميله قوي، دي خضراء وصغيره نفس اللون انا بحبه، من جوه بقى سوسته صغيره كده، كده سوسته من جوه يعني. وديت ب15، معظم الشنط هتلاقوها يعني ب20 واقل. في بقى شنط صغيره للناس اللي بتحب تاخد تليفونها بس، دي اهي بتاعه التليفون بس، لو عرفت افتحها اهي، تحطوا التليفون في الحته الكبيره، وفي الحته دي تحطوا الكارت، وفي الجنب في سوسته بقى، افتحي السوسته تحطوا فيها الكاش او تحطوا فيها اي حاجه محتاجينها اهي. دي حلوه للناس اللي ما بتحبش، في اشكال كتير برضو منها، الناس اللي ما بتحبش الشنط ومحتاجينها بس للتليفون وكده. في البيضه، وفي السودا اهي، في البنفسجي الاغمق والفاتح، في يعني اشكال كتير قوي اهو زي انتم شايفينه. ديت خلينا نشوف واحده منهم بكام. دي ب20، مش محطوطه ليها سيل. وهنوريكم بقى الاكبر شويه، دي بقى الاكبر شويه، ديت برضو من النوع اللي هي عامله زي البلاستيك كده من بره، فما تتبلش لو في نطره او كده. في الاسود، في البنفسجي بتاعها دوت ب30. وفي الورا، الورا ديت جميله قوي، دي عامله زي اللي انا وريتها لكم، بس زيت بقى على اكبر شويه اهي، زي اللي انت كنتي لابساها بس دي على اكبر بقى. نفس الستايل بتاعها، عامله زي حرف النص الدايره كده طالعه لفوق الناحيه دي. في منها الاحمر ده، الاحمر ده بتاعها جميل. في بنفسجي تحت، في الابيض جنبيها، وفي الزيتوني تحت هنا، الزيتوني ده جميل قوي عجبني. وبصوا الشنطه دي، ايه الشنطه دي بقى؟ تحس انها حته عيش ولا حاجه. شكلها بتضحك، نشوف شكلها. فيها سوسته في الجنب، تحطي فيها ايدي بقى، تليفون صغيره قوي. ديت مقسومه 2 من جوه، وفيها برضو سوسته في الجنب، دي برضو للناس اللي ما بتحبش الشنط او لو رايحين سهره صغيره بالليل او كده،
ده برضو نفس اللون نفس الستايل اهو، بس دوت لون البني. هنروح بقى نشوف الحاجات اللي من ورا هنا. دول بقى الصغيرين وليهم ايد الصغيرة مش الايد الكبيرة. دول برضو انا بحبهم، دول اللي بيقلدوا مايكل كورز زي الشنط اللي انا بحبها ديت اهي البني، وديت عاملينها على شكل جلد التعبان اهو في الاخضر دوت. دول ب35، ودي فيها حتة مفتوحة هنا، ومكتوب كمان ان هما جايين معهم اللي هي اللي بتتعلق هنا اهو وتتلبس كروس زي انتم ما بتلبسوها في مصر كده، هي اكيد جوه يعني جوه في الشنطة. وفي كمان الاسود من ورا اهو، وفي اللون ده برضو، اللون ده جميل. انا يعني مش عارفة اوصف الالوانات ازاي، عشان الوان غريبة انا معرفهمش ومعرفش اسمهم بالعربي، بس عامل زي الخوخي كده. وفي اللونين دول، دول جمال قوي برضو، دوت اللي عامل زي الكشمير وبنفسجي من ورا الشكل البنفسجي اهو. هو معظم اللي في التارجت عاملين زي شكل النص دايرة زي دي برضو اهي كده نص دايرة، شكلها حلو وبرضو زي جلد التعبان. وفي الاصفر دوت او العطسي دوت عطسي. وهنروح بقى نشوف اللي هنا، اللي هنا دول دي عجباني قوي. وانا برضه. ما انت كمان؟ ب35. يعني دي ب35 عجباني. خلينا نفتحها ونبص عليها جواها. ايوه بصوا اهي الحته اللي انا بقول لكم عليها دي الدراع. يا الدراع عشان تلبسوها كروس، لازم تلبسوها كروس او تمسكوها بالدراع الصغير. من جواها هي برضو تعتبر كبيره وفيها حتت كتير، في فتحه اهي، في فتحه تانية، وفي سوستة، ومن بره هنا برضو في الحته دي، ومن ورا افتكر في سوستة، لا من ورا ما فيهاش حاجه. وفي الشنطة دي بصوا عليها كيوت وصغيرة ازاي، شكلها برضو حلو. ويا دي برضو انا كنت قلت شكلها حلو، بس هوريهم دي الاول. دي بصوا عاملينها اسمه ده ايه، عاملة زي الجنزير كده او زي التشين الايد بتاعتها. استنوا نفس الشنطة اهي ديت العجباني اهي موجودة في لون احلى. يا ده انا كنت لسه اقول اللون ده لونه احلى، اللون ده اجمل منه، شكله حلو سيمون. وفي الابيض دوت اللي عاملة برضو زي جلد التعبان، دي شكلها كبيرة من جوه، شكلها كده كبير. وهي دي اللي احنا بنقول عليها شكلها حلو اهي، شكلها كيوت وصغيرة بنفسجي وصغيرة شكلها حلو. وفي السودا برضو اهي، في اللبنين من وراها، وفي الاصفر هنا برضو. هنفركوا بقى على شوية شنط طول الظهر، دول كبار زي انتم شايفين، دول حلوين للناس اللي معاها اطفال ومحتاجه تحط حاجات كتير في الشنط بتاعتهم، وهي تنفع الاثنين، تنفع الظهر وتنفع في الايد. يعني بصوا ديت لو عايزين تمسكوها في ايديكم وبتقفلوا بقى السوسته ديت، شايفين السوسته بتتقفل ازاي ولا هي شكل كده بس؟ لا بتتقفل اهي، هي بتتقفل وتلبسوها، بس تلبسوها يعني عادي مش على الظهر، تمسكوها في ايديكم عادي. ايوه بقت شنطه اهي، شفتي بتتأثر كمان. نعم اهي ده الشكل، او يمكن هي بتتأثر كبسونة هي. ايوه بتبقى كده بقى، وفيها بقى فتحات كتير، في واحدة من قدام وفي واحدة سوستة من جوه، في حاجات كتير قوي زي انتم شايفين. يعني هي كبيرة جدا، في منها الاسود دي ب$40، في الاسود وفي الجراي بتاعها، وفي بقى الاصغر بتاعها، ده الاصغر بتاعها اهو، بس برضو على نفس الشكل برضو بتاع الظهر. نو هي اقصر، بصي عليها هي اقصر، وهي جنبيها كده باين عليها دي ايديها متغيرة. بس دي ايد بتاعت الظهر بس، زي نفس الستايل يعني نفس الشكل زي دي برضو اهي، بس المربعة دي برضو نفس الستايل برضو بتاعت الظهر ومربعة وكده. بصوا الشنطة دي بقى محتاجينها للبحر عشان تاخدوا كل حاجاتكم معاها معاكم، يعني دي كبيرة جدا معرفش مين اللي بيستخدم دي. ده انا ممكن احط فيها الحاجات اللي انا بعملها شوبينج. دي ب$35 بس، وكبيرة جدا زي انتم شايفين، يعني مش عارفة انتم ممكن تحتاجوها لايه غير مثلا انا كنت لسه اقول للسفر او لو رايحين تباتوا عند حد تحطوا فيها هدومكم او حاجة، اما غير كده يعني انا ما اعرفش اتصور حد ماشي بديت رايح محل مثلا وماسك كل دي شنطة. في منها الوان، في الكشمير وفي الاصفر من ورا دوت، ولبسيها كده وورينا شكلها. يعني لو انتوا لابسين ديت وخارجين بيها يعني دي اصلا اديكوا شكلها يعني كبير جدا. سوا ده هيبقى اخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ممكن متنسوش تشتركوا في القناة، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.